اسمعني. يو ار ليت. في طياره. دي الطيارة اللي حسيت. محجوز يا اختي ولا فاضي؟ اقعد يا كوثر. مش قلت لك يا ابو سامية اقطع فيرست كلاس وافرد ظهرك ورجلك ولا تقطعش بيزنس واللي قدامك يقعد على حجرك. انا اكره الجلايل حتى في العياء. يا اختي مش دي الطيارة اللي حسيت؟ ايوه يا فندم، والترانزيت هيبقى في مطار شارل دي جول. قال لي قولي لي كرسي المعلم ابو سامية صح كده يا شابه؟ ممكن اشوف البوردنج بتاع حضرتك النهارده؟ بوردنج ايه يا اختي؟ هو احنا لسه كلنا عشان نحلي ايه؟ وانا اختي وحياة ابوك عايز علب غموز وكوباية شاي. اسكيوز ارجوكي انا فرضك، انا مش هقدر اقعد جنب دول خمس ساعات، انا ممكن يجرى لي حاجه. وحياة اغلى حاجه عندك، انت كوافيرك اسمه ايه؟ اساس. وحياة اساس. تنقليني في اي حته تانيه. ان شاء الله في ديل الطياره. انا اصلا فرضك من الطياره كلها كومبلي، بس هشوف اقدر اعمل حضرتك. ارجوكي ارجوكي. ابويه تعال. عاوز العب جيم. اسرع بيه على الدم. تلعب على ايه؟ ده ايه يا اختي؟ انت بتعملي في الواد كده ليه؟ لا دي عيال متربيه على الغالي، ودي بتعمل ايه دي اخرى؟ طب ما يقولوا لنا نتشاهد احسن. مال مالك طريه كده؟ شايفه البنت المضيفه بميت راجل، راحه جايه راحه جايه، صحتها بوم. اشوف فيك يوم كل اعوذ برب الفلك. النهارده الخميس نجمه خفيف. طنط انا عاوزه ادوس. هش هش روح العب بعيد. انا من عاوزه ادوس يا اختي، ما تسيبيه يدوس ولاك منه جديد وغالي. تخلي بيتك. مالك يا اختي متعنطز على ايه من ساعه مركبنا؟ طبعا ما انت حاطه لي الاحمر والاخضر وعامله لي بقك ومصغره لي مناخيرك ونفخه لي. لا يا حبيبتي كل ده طبيعي، انت عارفه اللي انت بتتريق عليهم كل ده متكلف كام؟ على شؤنا يا اختي، فلوسك راحت على الارض، ده هم اسبوعين رضاعه وهتتحصري على المصاريف. هو انا عبيطه؟ بالمناسبه بنصحك باللبن الصناعي بيوفر في العمليات. تحكوا عليك يا اختي، ما انت ما شفتيش صورتي، هو انا كان فيه في حلاوتي اهو. اتفضلي. ايه ده؟ واو دي انتي؟ وايه اللي حصل لك؟ دخلتي في تريلا؟ لا يا اختي دخلت في المعلم. طبعا ما انت اللي يدور عليكي يلاقيكي ما انتش متجوزه، لا عيل ولا تيل ولا رضعه ولا بامبرز ولا قرف. الهي يا رب اشوف فيكي 10 ايام وسط العيال والرضعه والتطعيم وراجل شهرين وكرشه يتدلدل وحاله يتقندل وشخير واصوات طول الليل اشي من مراخير واشي من الحته التانيه. اوه برافو برافو، عايزه انام بقى. نامي نامي يا اختي، ما انت ضامنه انك هتصحي متهنيه، لكن لو عارفه انك هتصحي زيي ما كنتش افتريتش على مخاليق ربنا. خلاص انا عندي مؤتمرات وشوبينج، شوبينج للركب، سينيهات سينيهات شوبينج. نامي يا امو شوبينج. نامي يا امو سينيهات ومؤتمرات. نامي. يا بلبل بلبلة يا بلبل، عايز افطر يا حبيبة حلود؟ والعيال مش هتروح المدرسة ولا ايه؟ كنت وحش امبارح يا بنت اللذينة. صنية عايزة تاكل. ماما ماما صنية جعانة. صنية مين؟ دي. الله حلو قوي، يلا حبيبتي يلا صرفي صرفي. برضو واو كابوس 3D. ايه ده؟ مامي مامي
بس عشان نلحق ننزل. بلبلة أسر عايز يغير ويرضى. أسر مين؟ عمر يا ماما. عمر مين؟ ماما مين؟ يرضى إيه؟ مين دول؟ إيه في عصام؟ الناس ده ليه؟ دي انت عرفني انت انا مجنون. مجنون؟ تلت ميت مرة معايا بالهزار السخيف ده فاهم ولا لا؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت امنتي؟ يا رب مش قادر ارد عليك. امي بقى امي. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. اعملي لي قهوه يا سميكي انت. انا بابا مش شكلها ماتت ولا ايه؟ ايه خير يا دكتور؟ المدام حامل. حامل؟ احنا مش قلنا نبطل شقه وعفاطه بقى بعد اسر؟ عملتوها انت اللي يا نعمه. حقيقه يا دكتور حامل؟ ايوه ايوه بالعبيط انا بقى. ونبي يا دكتور افرح. انا هفرح. ها افرح انت متاكد يا ابني؟ هو انا سباك صحي؟ بقول لك حامل حامل. ربنا يخليك يا دكتور. انا هروح افرح ماما بقى. مبروك. يلا حبايب بابي. ماما حامل قلبت التهم. السلام عليكم وابي وفاي والبنين ان شاء الله. يا الله يا مدام. مدام مين؟ يا مدام بقى ممكن حضرتك تسيب الزكتة؟ حاضر دكتور. ممكن حوار على انفراد؟ قوي قوي. بس انت هتزعل مني؟ لا طبعا. وهي دي حاجة تزعل؟ وانا صحية؟ اه. والنعمة؟ طبعا. طب حضرتك خارج برا؟ اه. ممكن تقول لهم ان الانسة ناجي الحلواني اتخطف. انسة مين؟ اذا كان انا مولدك ثلاث مرات قبل كده. مولد مين انت يا؟ مولد مين يا؟ ها؟ مولد مين؟ ده انت اخرك دكتور بيطري تبص على الفراخ وهي بتبيض. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البرتقالي الكتير ده؟ ايه البرتقالي الكتير ده؟ ايه المركبه دي؟